صعبة خانقة، حالات إغماء وكر وحر في منطقة شكة. هل هي حالة من الهلع، من الفزع، أو من الرقص والدلع؟ هل عاد المواطن فاحا بعد أن خرج ولم يعد؟ فبحسب ما علمنا يبدو أنه يتم تنظيم حفل ضخم بيتش بارتي في منطقة الهري في شكة نهار السبت. مشاهدينا، وصلنا لضيف اليوم، وضيفنا اليوم مميز جدا وموسيقي بارع. اولا له طريقه خاصه بالتلحين وبالاداء وايضا بالغناء، بيشبه حاله بس وبيشبهنا كمان بمطرح تاني، وعلى رواق ومن دون ولا اذن هيك بتحبه، بفوت على القلب بضحكه حلوه. هلا بتشوفوا ضحكته، بروح حلوه، ايضا موسيقى كتير حلوة. رحبوا معي بضيفنا الموسيقي فرج حنا. أهلا وسهلا فيك فرج. كان لازم نبلش قبل بس جيت مأخر، فبنحاول هلأ بدقائق معدودات أنه نضوي عليك بسرعة. فرج، أنت موسيقي، جيت من عالم الهندسة صح، وعمطرح. ما بعرف إذا الموسيقى والهندسة أصلا لهم علاقة ببعض، أنت خبرنا لهم علاقة ببعض. إيه هلأ الموسيقى والهندسة لهم علاقة ببعض أكيد، هلا خاصة الهندسة المعمارية، لأنه الهندسة المعمارية إنه فن نوع من الرسوم. إيه أول شيء شكرا على المقدمة، يعني أهلا وسهلا فيك. يعني الهندسة يعني إجمالا الفنون كلها مترابطة، يعني نعم طبيعة الحال فالهندسة المعمارية. فبس خطيت خطوة لمحل شوي العنوين غير، بس مش ما بعده. إيه هلا أنا مش من الهندسة، يعني رحت للموسيقى لأنه كانت دراستي من أنا وصغير، درست الموسيقى مثل ما درست يعني. فكانوا عم بيضاهوا بعض بنفس الوقت. صح. تعلمت عود؟ تعلمت عود وبزق. صح. واحترفت البزق. صح. ليه البزق عن العود؟ شو الفرق؟ هلا ما بعرف، حسيت هن بيقربوا بعض؟ هلا هن الآلات انه آلات وترية شرقية بطبيعة الحال. نعم. بيقربوا بعض يمكن بمطرح انه هيدا، بس بتسوق انه اللي متأكد منه انه تاريخهم كيف بعدين تطور، كل واحد تطور باتجاه. نعم. وبعدين البزق، ليش البزق اخترت البزق؟ ايه ليش؟ لأنه البزق أول شغلة بحسه هيك بيشبه شخصيتي. اها. ايه حسيته أقرب لي، يعني أقرب لإلي. نعم. من العود. نعم. فينا نسمع صوته؟ اي اكيد لو سمحت. اكيد. خلينا نقول للمشاهدين شغله مهمه كمان عن البزق. يا ريت. شغله كثير مهمه عن البزق واساسيه. نعم. هي انه هيدي الاله خاصه بمنطقتنا، يعني هلا هي ممتده والى رايبين اذا بدك بتركيا وباليونان وبشرق باسيا الوسطى يعني، بس هيدي الاله بهيدا الشكل هيدي آلة خاصة بمنطقة لبنان وسوريا. لبنان في بلاد الشام. ايه حتى أضيق كمان. نعم سمعنا لو سمحت. فهيك وهذا البزق صناعة جورج الشيخ. وبدي أقول له كتير ميرسي، لأنه جورج عم بيعمل شغل هلأ كتير مهم، أنه عم نقدر يكون في عنا صانع، نقدر العازف بحاجة لصانع جيد. أكيد. تحياتنا له لكن. ولا فينا نكون عم
عم نسمع فرح بقلبه ولا هو اصلا حزين؟ لا البزق بترجم احاسيس كثير، مش بس الحزن. مش بس الحزن، لا اكيد، بس يمكن انا حسيت هيك. معقول حزينه مش عارفه؟ انت حزينه شكلك. معقول. فرج، انت اشتغلت مع ناس معروفين موسيقيين وغير موسيقيين بلبنان، مثل خالد الهبر وريان ابنه، ومثل ايضا زياد رحباني وميمال خليل. انت زيد على معلوماتي كمان، وايضا مع جورج خباز كمان عملت شيء معه. صح. فكيف يعني هيك اثقلتك هذه التجربه مع هذه الاسماء؟ طبعا بطبيعه الحال يعني بالفتره، يعني هول اسماء اصلا انا تاثرت فيهم انا وصغير، وانه كان لي شرف اني اقعد بعد الفتره اللي بس احترفت فيها العزف انه اكون عم بشتغل معهم وانه اتواجد معهم وانه اكتسب كمان من خبرتهم. فهيدي كمان كان حظ بتصور انه شيء منيح صار معي. حلو معك، لأنك ربما تستحق، لأنه عندك يعني زياد رحباني أو غير زياد رحباني لما بيشتغل مع شخص بيكون مأمن موهبته. ايه. إنه الشخص عنده موهبة. يعني ايه كمان، بس الظروف أوقات بتلعب بشكل كمان إنه ايه صدف بهيك، والعلاقات وإنك تتقرب من شخص. نعم. هيدا. إذا فتنا على يوتيوب بنلاقي أغاني لك كتير خاصة وكتير مهضومة وكتير هيك فيها مواضيع شوي غريبة. جابلك أنت اسمع منك، أنت قلت لي ما بدك تغني بالاستوديو. هلا اليوم مش ما بدك، لا جينا بسرعه ومضغوط، رح نحضر شيء بس نقول للمستمعين عن شو عم نحكي. تيري لي 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 تيري لي 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 طير الازرق حد الماء راح شوي يا اخي رجعي شوي خطي عليكم رد علي يا دكتور عجل عجل يا دكتور قلبي قلبي حقني حقني يا دكتور طلع بعيوني. فرج، في نوع من هيك يعني خفة الدم الهضامي بالفكرة اللي عم تقدمها وحتى بطريقتك، وهيك مع نظرة وضحكة كثير مهضومين، قليل ما بتتواجدوا مع بنفس الوجه، صح؟ بتعرف هالشغلة؟ ضحكتك والغزلة تبعت عيونك بنفس الوجه شيء كثير غريب. ميرسي لورك. عم غازلك. في غزل بالحديث. فا هول الأغاني قديه بياخذوا من وقتك؟ قديه جهدك؟ قديه بتفكر تنتقل الكلمات؟ كيف تشتغل عليهم؟ هول يعني حتى تكون هالقد مش بتشبه حدا ثاني. بالفترة الأخيرة يعني آخر 5-6 سنين هيدا كان جزء كتير كبير من الوقت، يعني أخذ هيدا الشق من الشغل جزء كتير كبير من الوقت. على الشكل إيه؟ لا مش الشكل، عم بحكي إنه الخيارات القصص شو بدنا نعمل، وأنا وكارل سلامي شغلين هيدا الشغل، هو مخرج وصديق، يعني اشتغلنا على فترة 5-6 سنين بشكل شبه يومي. نعم. على انه شو بدنا نعمل بعد. وهون برجع بقلك انه كتير حلو انه واحد يكون في حوالي اشخاص انه بيحبوه مأمنين فيه وعم نشتغلوا كلهم. نعم. بقلب واحد فهماني شخصيته لا يعطول شي. ايه بالضبط. شو عم تعمل بين شخصيتك؟ صح. ياما منشوف اشياء نتعرف على الشخص ما بيشبه اعماله، تحس في انفصام كأنه حدا دخل بينك. هلا بيضل الشخص عم بفتش على حاله اجمالا. انت بعدك يعني ايه بالطريق نحو البحث؟ بطبيعة الحال ما بحسه شيء، وبحسه اصلا شيء بتغير مع الوقت يعني. صح. ما بيتوقف الانسان دائما بحثه. صح. عن الحقيقة، خاصة انه الشخص بيتغير كمان. نعم. فبيضل كل الوقت بيندش، بيطلع من مرحلة بفوت بمرحلة. نعم. تانية. بدنا نسمع كمان مقطع موسيقي سريع وبدنا نحكي شغلتين ورا المقطع. يلا. اول شغلة مشروعك الجديد اللي عم تشتغل عنه. صح. وتاني شغلة هل تعتاش من الموسيقى؟ بس اول شيء نسمع موسيقى. هيك انتو عم تدق فكر بالاشياء. عم نقلك الاسئلة. اي.
فرج، احكي لنا بهيك باختصار عن مشروعك الجديد. المشروع الجديد اللي هلا يعني اخذ اكبر وقت من الشغل من الوقت، نعم، هو الابوكاليبس. هو عباره عن ايفنت بينعمل كل رح ينعمل كل فتره، انطلاقته رح تكون ب 13/8 بالهري بشقة بيتش بارتي، مسرح كبير و حلو كثير، وفي لاين اب كذا فنان. رحت شوي لنخلق اذا بدك جو جديد، يعني تجربه جديده بهيدا المجال اللي هو مجال السهر، نعم، ومجال الـ يعني الترفيه الفرح يعني. بحاجه له نحن بهالضبط. بالضبط، يعني شوي نخلق اذا بدك مظهر جديد بهيدا الجو، لانه شوي اذا بدك الفنانين اللي بيحبوا هيدا الجو كمان محصورين بخيارات معينه. انا هيك فتحني المدى على البحر، المدى يكون اكثر انه طبيعه، مش ضروري بحر في يكون جبل، بس انه مسرح حلو وعرض حلو من الاول للاخر، ويكون كمان انه خيارات الفنانين المشاركين يكون كمان شبابي وعم يقدموا شيء جديد وهيك. نعم، فاذا ب 8 الشهر ب 13/8 بشقة بعد شي 20 يوم، فاللي بحب يحضر حيكون كثير مبسوط بهذا الجو اللي عن جد تخيلناه. مرسي لك كثير. في أرنبيط كمان، انا وأرنبيط فرقة أرنبيط ما بنعرفها بنبحث عنها، وخورخي غارسيا فنان كوبي كمان حلو. بغني لاتن، وكذا دي جي كمان كثير مهمين حلو، هارون وخطير وكي. فرح يكون سهرة من الستة بعد الظهر للستة الصبح. حلو كتير. ندعوكم أصدقائي اللي بحب هيك أجواء يشارك فرج حنا ضيفنا العزيز. بدي أشكرك كتير، كان مقابل كتير سريعة. بس تأخرنا لطلعنا، بس مش غلط أبدا. شرفنا، وبنرجع بنعمل حوار تاني هيك موسع أكتر. أكيد. بالتوفيق فرج بكل شيء عم تعمله.